5% effaced. إذا كان 1 سنتيمتر length معناته 50%، إذا كان half سنتيمتر 75%، وإذا كان fully effaced بصير زي البيبر بنسميه ما في link للسيرفكس بنسميه fully effaced أو 100% إيش is effaced. The descent of the head بنرمز له بإشي بنسميه الستيشن. الستيشن شو معناتها؟ الستيشن معناتها إنه the relationship between the lowest bony part of the presenting part in relation to the ischial spine. هلا لما نفحص المريضة بالبلفس في الاسكيال سباين، لما نفحصها فاجينا بنلاقي تو بروميننت بون بنسميهم الاسكيال سباين. هذول اللوست بوني بارت اوف ذا بريزنتنج بارت اللي هو الموست لايكلي هيد يكون بده يكون قديش بعيده عن هاي منطقه الاسكيال سباين. لما تكون على الاسكيال سباين بنسميه زيرو ستيشن. لما يكون اعلى منه بسنتي باتجاه اليوترس معناته ماينس 1 ماينس 2 ماينس 3 حسب كم سنتي. إذا 1 minus 1 إذا 2 minus 2 إذا 3 minus 3. هلا باتجاه الفجينة بصير plus 1 plus 2 plus 3، هذا بنسميه إيش plus 1 station. إذا كان 1 centimeter below the ischial spine 2 centimeter plus 2 3 centimeter 4 centimeter هذولا plus 3 and 4 and 5. أوكي هذا بعطينا الديسنت. الروتيشن حكينا احنا في اشي اسمه presenting part، في عنا اكثر من presentation، في vertex في face في brow، كل واحد منهم انه landmark بنسميه dominator. هلا الدومينيتر وين ممكن يكون؟ ممكن يكون باتجاه symphysis pubis، ممكن يكون باتجاه الركتم، ممكن يكون على باتجاه ايش lateral part اللي هم زي باتجاه thighs. هلا اذا كان البريزنت الدومينيتر باتجاه السيمفيسس بيوبس بنسميها الدومينيتر انتيرير، يعني مثلا كان الاوكسيبت بالفيرتكس بنسميه اوكسيبيتو انتيرير، اذا كان باتجاه الثايز يمين ولا شمال رايت اوكسيبيتو ترانسفيرس ليفت اوكسيبيتو ترانسفيرس، اذا كان باتجاه الركتم بنسميه الدومينيتر بوستيرير، يعني ممكن يكون الفيرتكس انتيرير اوكسيبتو انتيرير، ممكن يكون اوكسيبتو ترانسفيرس، ممكن يكون اوكسيبتو بوستيرير. الفيس نفس الشيء منتو انتيرير منتو بوستيرير او منتو ترانسفيرس. اوكي عشان هاي اللي سالتني الطالب اللي سالتني انه ما دام الفيس والفيرتكس نفس الشيء احنا مين بنختار؟ مش احنا اللي بنختار، هو اللي بيحدد لنا كيف وضعيه البيبي، واحنا بالفحص بنقرر ايش هذا البرزنتيشن وين هذا الدومينيتر. هلا لما يكون المنتم باتجاه الانتيرير او اتجاه سيمفيس بيوبس يعني منتو انتيرير، هذا الدايميتر بيكون 9.5. اوكي بس لما يكون المنتم باتجاه البوستيرير هون ايش راح يصير؟ الدايميتر راح يوصل ل 13.5. فانلايكلي تو اف ات بيرزست ات ويل نوت كومبليت ذا نورمال ليبر. هذا جوابي للدكتورة اللي سألت مدام اثنين نفس الدياميتر. بيعتمد كمان وين الدومينيتر ايش بيكون. هاي كيف الليبر بيصير له اليوتران كونتراكشن وبيصير اللينكس تاع السيرفكس برضو بخف وبيصير افيست. اوكي هنا كيف الليبر بيكون بالايرلي ليبر، كل ما زاد الليبر كل ما زاد ايش الديسنت نتيجه اليوترين كونتراكشن والميكانيكال بريشر تاع ايش البيبي. هلا الفيزز اوف سيرفايكال دايليتيشن بالفيرست ستيج هم عندنا الفيرست ستيج حكينا كيف احنا بنقسم الليبر لفور ستيجز. هلا الفيرست ستيج عندنا شيء بنسميه ليتنت فيز وشيء بنسميه اكتيف فيز. الليتنت فيز من الانست اوف ليبر ل 3 تو 4 سنتيمتر دايليتد. اوكي واذا دخلت اكثر من 3 سنتيمتر دايليتد البيشنت بيكون ايش هذا بنسميه اكتيف فيز اوف ليبر. فالليتنت فيز هاي مرات بتطول كثير واحنا ما بنحسبها من النورمال ديوريشن اوف ذا ليبر. اوكي عاده ما بنحسبها، فالمريضه احنا بالنسبه لنا مجرد ما تدخل بالاكتيف ليبر
يعني ما بيصير انه نحسب الليتنت فيز من ايش؟ من الليبر. الاكتف فيز هي لما يكون السيرفايكال دايليتيشن اكثر من سنتيمتر دايليتد. اوكي، هلا هاي ممكن شو اسمه لعند ما تصير 10 سنتيمتر دايليتد، هون احنا بنحسب النورمال بروجريس اوف ليبر، يعني كل ساعه كل سنتيمتر بيزيد بده تقريبا ساعه. This is the average I can wait. اكثر من هيك معناته في عندي اي في مشكله ثانيه. اوكي، فالاكتف فيز عاده اسرع بيكون من الليتن فيز، بيكون اسرع كبروجريس من ايش؟ من الليتن فيز. هاي الشغلات، هاي شغله مهمه تعرفوها، انه الاكتف فيز عاده اسرع بيكون البروجريس فيه بالليبر كدايلاتيشن وديسنت روتيشن من ايش؟ من الليتن فيز، لانه الليتن فيز عاده بيكون السيل الليبر از فولس. السكند ستيج هو from the full dilatation of the cervix till the patient till the baby is delivered. Okay, till the baby is delivered. واللي هي المريضة بتصير تحكي لك أنا حاسة حالي عندي urge to push، أو حاسة حالها بتقول بدي أروح على الحمام. Okay, to defecate. نتيجة هذا البيبي اللي بيصير إيش؟ طلع من السيرفكس وصار إيش؟ بالفاجينا. Okay. برضو هنا البروجريس تاع السكند ستيج ما بنرمز له بالسيرفايكال بالسيرفايكال تشينجز، لانه السيرفكس صار ورا الهيد تاع البيبي، البريزنتنج بارت طلع من السيرفكس. فالبروجريس اوف ليبر ديورينج السكند ستيج بنعمل بشغلتين، يا بالديسنت يا بالروتيشن تاع الهيد. اوكي، او تاع البريزنتنج بارت. برضو بنقسم لتو فيزز، بروبولسيف فيز اللي هو احنا بنعتمد على الكونتراكشن، هي تنزل البيبي وتعمل له روتيشن، وفي عندنا هذا تقريبا بنخليها half the normal time of the second stage. هلا normal time of second stage بيعتمد على قديش المريضة it is the first pregnancy ولا كانت هي multi para. إذا first pregnancy normal duration للsecond stage is 2 hours. وإذا كانت المريضة multi para duration 1 hour. هلا the propulsive phase بالprime gravida okay بتكون تقريبا half the time اللي هو 1 hour، بنخلي المريضة بس تكون من غير ما هي encourage her to push، بتصير الكونتراكشن نفسها هي ايش تزود الديسنت والروتيشن تاع هذا البيبي. اما الاكسبلسيف فيز اللي هي السكند فيز منها، اللي هي مع الكونتراكشن بنخلي المريضه وي انكرج هير تو بوش مع ايتش كونتراكشن. اوكي، هلا النورمال حكينا ساعتين بالبرايم جرافيدا وساعه بالمالتي بارا، بس اذا كانت على ابيديورال انالجيزيا بنزيد ساعه على كل واحده منهم، يعني بصير 3 ساعات للبرايمي وساعتين لايش المالتي بارا. هاي هي النورمال ديوريشن، بشرط طبعا المذر ويل بينج از جود والفيتال ويل بينج از جود. اوكي، مش ضروري كل المرضى انهم يقعدوا هذول الساعتين، ممكن هي up to 1 hour او 2 hours ومنزيد 1 hour اذا صارت ايش epiduralized. اوكي، هلا الثيرد ستيج، هلا نيجي بنحكي على الميكانيزم اوف ليبر. حكينا في شيء اسمه ستيجز وفي شيء اسمه ميكانيزم اوف ليبر. الميكانيزم اوف ليبر هم 7 ستيبس بدكم تحفظوهم. اوكي، صعبات احفظوهم هم ك زي ما هم موجودات هون. في عندنا الانجيجمنت، الديسنت، الفليكشن، انترنال روتيشن، اكستنشن اند ريستيتيوشن، ذن ذا اكسبلجن اوف ذا ديليفري اوف ذا برودكت اوف كونسبشن اللي هو البيبي. بنحكي لكم تعريفهم. المهم الانجيجمنت هو ذا باسج
of the widest diameter of the presenting part through the pelvic inlet. هلا حكينا كل pelvis في إله inlet, في إله mid cavity, وفي إله إيش outlet. Once the presenting part, the widest diameter of the presenting part past the pelvic inlet, هذا بنسميه engagement. Engagement بتعادل إيش بالvaginal exam من اللي حكيناهم اللي هي الستيشن. أوكي, بتعادل الستيشن, بس إحنا بنعملها abdominal approach, but it is part of the vaginal exam. يعني لما بتحكي عن vaginal exam لازم تحكي قديش الengagement تاع إيش الهيد. كيف الengagement بعملها؟ بإيدي فيها خمس أصابع, بحطها على suprapubic area وبحس قديش من الخمس كم أصبع حاسس في presenting part. ممكن يكون 1, ممكن يكون 2, ممكن يكون 3, ممكن يكون 4, ممكن يكون 5. إذا كان 2 or less the head is engaged, and this is equal إذا 2 equal to 0 station, بمعنى أنه الهيد على الاسكيل إيش spine. الديسنت بنرمز الديسنت هو كيف الديسنت للبيبي through the birth canal. هلا بس يوصل للميد كافيتي اوكي البيبي راح يصير ايش فليكست, يعني بمعنى انه الهيد از فليكست على التشست اوكي, بحيث انه يقلل الدايمتر تاعنا ونوصل للفيرتكس برزنتيشن. بعدين بصير عندنا لما بكون بالميد كافيتي اوكي شو بصير, بصير عندنا internal rotation بحيث انه يلف كليات البيبي على بعضه internal maneuver, هي نتيجة uterine contraction مع ايش مع pelvic floor muscles, هذول كلياته ومع pelvic side wall, فبيخلوا البيبي انه يحاول يقلل الديميتر تاعه. هلا once انه وصلنا pelvic outlet بدها تنعكس الامور. الفليكشن شو بده يصير فيه؟ بيصير فيه extension. الانترنال روتيشن بده يصير اكسترنال روتيشن. بعدين بصير ديليفري اوف ذا انتيريور شولدر اللي هي واحدة من اهم الشغلات اللي بتهمنا انه تو بي ديليفرد, اللي هو الانتيريور شولدر. شو يعني انتيريور شولدر؟ اللي هو الشولدر, كل بيبي له تو شولدر. الشولدر اللي بيكون تحت السيفيس بيوبس هذا بنسميه الانتيريور شولدر, لانه بعديها the rest of the baby will deliver spontaneously, مش محتاج جميلة اي حدا فينا. Okay, but this is the mechanism of labor. وبدنا نفرقها على إيش عن the stages of labor. هاي حكينا عن the engagement. Okay, هاي the descent, وحكينا كيف كل ما زاد the delivery أو the progress of labor, واحدة من the progress of labor هو the descent. نرمز له بال engagement abdominal وال إيش. Okay, وال إيش. والستيشن ايش فاجينال. اوكي, هلا واحد بيسالني طيب ما دام الانجيجمنت ليش سميناها ديسنت؟ الانجيجمنت وانس انه الوايدست دايمتر باست ذا بلفيك انلت. البلفيك انلت وانس الوايدست دايمتر باست, هذا خلص معناته الهيد صار انجيجد بالبلفس. هلا بقيه البروسيس هذا بنسميه ايش ديسنت. اوكي, هذا الفليكشن, وهي صورة للإنترنال روتيشن. أوكي, هنا صار الإكستنشن, وهنا صار الإكسترنال روتيشن, وبعدين delivery of anterior shoulder delivery of the rest of the body. هاي كمان كم من صور على الميكانيزم of labor. أوكي, once the baby is facing the introitus والفالفا وصار فيها bulging نتيجة the pressure of the head of the baby هنا, وصارت الperidium is very thin, هاي منسميها إيش the crowning of the baby in the vagina أو during إيش labor. وهاي بتدل إنه البيبي قرب إيش إنه to be delivered. طيب نيجي على third stage of labor. third stage of labor هي ال شو اسمه ال stage of delivery of the placenta. عادة بتاخد ما بين 5 ل 30 minutes.
كانوا زمان يتركوها لحالها انه تو بي ديليفرد، هلا صار في شيء بنسميه اكتف مانجمنت اوف ثيرد ستيج. اوكي راح نحكي عنها كمان شوي. الافرج بلاد لوس كان من 150 ل 250 سي سي. الشغله الثانيه الاكتف مانجمنت اوف ثيرد ستيج كانوا زمان قلنا يخلوها تو بي ديليفرد سبونتينيوسلي، هلا صار في شيء اسمه اكتف مانجمنت اوف ثيرد ستيج تو ديكريز ذا اماونت اوف بليدنج at the delivery of the placenta. برضو بتتقسم ل two phases, phase of separation, في signs of separation of the placenta, okay, اللي هم lengthening of the cord, اليوترس بيصير بيرتفع شوي بيصير globular, والشغلة ثانية gush of blood. These are the signs of placental separation. اوكي بعدين البلاسينتا بتصير تطلع شوي شوي اللي هو الفيز الثاني اللي هو الاكسبلجن. اوكي ال 6 اورز افتر ديليفري هم ايش الفتره اللي بدنا نسوي فيها ستابلايزيشن ونشوف فيها المشاكل اللي ممكن تصير، واهمها البوست بارتم بليدنج. اوكي اهمها البوست بارتم بليدنج. هلا حكينا عن الميكانيزم اوف ليبر، حكينا شو تعريف البرزنتيشن، شو تعريف البوزيشن اوف ذا بيبي. انتبهوا في بوزيشن اوف ذا بيبي في بوزيشن اوف ذا سيرفيس. البوزيشن اوف ذا بيبي هو الدومينيتور وين بالنسبه لايش للبلفس، هو هل الاوكسيبت انتيرير، هل الاوكسيبت بوستيرير، هل الاوكسيبت ترانسفيرس، هذا بوزيشن اوف ذا بيبي. البوزيشن اوف ذا سيرفيس هو اللي بيعطيك واحده من السيرفايكال تشينجز اللي بتعطيك ايش، هل السيرفيس بوستيرير ميد واي اور anterior. اللاي هي تعريف ايش اللونج او longitudinal axis of the baby with the longitudinal axis of the mother. في له